ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وضيفي النهاردة أعتقد إن هو من أكثر الشخصيات قدرة وتحدث في موضوع حلقتنا النهاردة. معايا الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. حضرتك منورنا. زمان كانت جملة إشاعة بتطلع كانت بتبقى مشكلة بس كانت بتعدي، لكن في وقتنا اللي احنا فيه دلوقتي مع وجود العالم الصغير والسوشيال ميديا أصبحت الشائعة أحد أدوات أو الأدوات المستخدمة في صناعة الحروب. إزاي نقدر نواجه ده وطبعا الدولة بتواجهه أمن وطني؟ هو عايز أقول لحضرتك أن الشائعات بتستخدم في الوقت الحالي زي ما حضرتك قلتي في الحروب، هي أحد أدوات حروب الجيل الرابع. طبعا حروب الجيل الرابع دي اللي بيستخدم فيها بس الشائعات وبس الأحداث الكاذبة اللي بتؤثر بشكل كبير على حالة الاستقرار داخل أي دولة كانت، بتعمل بلبلة داخل الشارع من خلال الشائعات. الشائعة في الوقت الحالي اللي هي حروب الجيل الرابع هو تطور للحرب النفسية. الحرب النفسية دي كانت بدأت في الحرب العالمية الثانية ثم تطورت بعد ذلك بمراحل كتيرة. كان الهدف منها ان في وقت الحروب بيتم بس شائعات او القاء منشورات على الجنود او على المواطنين في الدول ان هم بيرهبوهم من قوة القوات اللي هم هيواجهوها، على اساس ان هم يفقدوا العزم ويفقدوا العزيمة وما يقدروش ان هم يواجهوا اي عمليات عسكرية، زي ما حصل برضو كان لها نموذج في حرب احتلال الولايات المتحدة الامريكية للكويت، كان مستخدمة هذه الحرب النفسية. مع تطور بقى السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وتطور فكر الحروب، تطور فكر الحروب بمعنى ايه؟ ان هو اذا ارادوا ان هم يعني الدول الكبرى مجتمع عايزة تغير مثلا من شكل، وده اللي احنا شفناه في 2011 وما سمي بالربيع العربي، محاولة اعادة تقسيم منطقة الشرق الاوسط، محاولة اثارة البلبلة والفتن وتقسيم الدول والثورات الشعوب. فبدأت في بس الشائعات وبس الأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم الدول والشعوب تبتدي تنتفض، وده أصبح المواجهات بتهيألي من الأمن القومي ملحوظة جدا. هو طبعا المواجهات بقت دلوقتي اللي هو التدمير الذاتي من الداخل، يعني هم مش هيشتركوا في حروب أسلحة أو قوات، لا هي الدول من الداخل هي تبتدي تفكك نفسها بعضها البعض والدخول في مواجهات مع القوات المسلحة والشرطة المدنية، وده اللي احنا شفناه في العديد من دول